Yo, yo, yo! Yes, we're here and now. This is where it's happening. This is the future of the world, people. Yo, yo, yo! Yes. We're here and now. This is where it's happening. This is the future of the world, people. Wake up. This is where it's happening. بزيه الكاسي الحاخام وأحد أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي السابقين يعقوب هرتزوغ يرسل من نيوم رسائل إلى العالم ويثبت وجوده مع جالية يهودية في المملكة تقدر بأكثر من 1000 شخص. الآن ربما تتساءل ماذا يفعل هذا هنا؟ ومنذ متى صار لليهود جالية في بلاد الحرمين؟ وما علاقتهم بنيوم؟ ولفهم كل ذلك لابد من العودة خطوة إلى الوراء. مشروع التصهيون في الجزيرة العربية. في مذكراته التي حملت عنوان الشرق الأوسط الجديد، كشف الرئيس السابق لإسرائيل شمعون بيرز عن رؤاه والتي تضمن السلام لإسرائيل وتحقق لها التفوق الاقتصادي في المنطقة. وكان مما أشار إليه لتحقيق ذلك أن يكون لإسرائيل اتصال بالشرق عبر البحر الأحمر والمملكة، إذ قال: لا مجال للتطبيع السياسي مع العرب، وأفضل تطبيع يمكن أن يجري يكون عبر التطبيع الاقتصادي. هذه الرؤية يشترك في الدعوة إليها نتنياهو وتركي الفيصل، فالأول دعا إلى طرح أفكار التعاون الاقتصادي كبديل عن اتفاقية أوسلو الميتة، أما الثاني فيردد قائلا: بعقول العرب وأموال اليهود يمكن تحقيق كل شيء. نيوم حجر أساس التطبيع. في أكتوبر من عام 2017 وللتغطية على ما كان يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المملكة، أعلن بن سلمان عن مشروع أقرب للوهم من الخيال أطلق عليه نيوم. هذا مشروع فقط موقع ومكان للحارمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم. مدينة في عمق الصحراء تنتهي عند ساحل البحر الأحمر، تخالف كل ما عرفه البشر عن المدن، بل حتى تخالف قوانين الجاذبية. مدينة تبعد عن الرياض 1100 كيلومتر، في حين تبعد عن إسرائيل ساعتين فقط. مدينة يتضمنها مشروع يدعى ذا العين، يشق الصحراء إلى نصفين، ويعزل نيوم عن الجزيرة العربية حيث إسرائيل. مدينة تفتح الأبواب أمام المشاريع الاقتصادية، وفيها تسهيلات ضريبية وتحالف أمني دولي كتلك التي أرادها بيرز. ليس ذلك وحسب، بل إن تواجد إسرائيل في نيوم برجالها وشركاتها فاقت جميع أحلام بيرز. فعلى سبيل المثال، تم تسليم أهم مفصل في نيوم، وهي قطاع البيانات ونظم المعلومات لشركة تشيك بوينت الإسرائيلية. أما ملف الطاقة في نيوم، فتم توقيع اتفاقية مع شركة إسرائيلية متخصصة بأنظمة الطاقة الشمسية. وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن توقيع اتفاقية مع شركات داخل إسرائيل للقدوم إلى نيوم وتقديم طعام الكوشنر للجالية الإسرائيلية العاملة هناك. بينما كشف تقرير لموقع جلوبس العبري عن زيارة رجال أعمال إسرائيليين للرياض بشكل مستمر في سبيل توقيع اتفاقيات عمل في إحدى مشاريع نيوم. أما وكالة بلومبيرغ فقد بيّنت أن رجل الأعمال الأمريكي بروس جيرفن يعمل على مشروع يدعى فيوتشر جيج، مهمته ربط الشركات الناشئة الإسرائيلية بالسوق السعودية والعكس. نيوم السر. جميع ما سبق لم يكن سوى الجزء المعلن من القصة،
لكن أهم ما في نيوم أنه يضم داخل أسواره أسراراً، منها مملكة نعوم التوراتية. فهل هي الغاية الأسمى وراء إنشاء نيوم؟ فما هي؟ نيوم أم نعوم؟ تعددت التفسيرات في أصل تسمية نيوم، فنظام ابن سلمان يقول إن الاسم جاء من مقطعين نيو وأم، وتعني مدينة محمد بن سلمان الجديدة. إلا أن المثير أن لفظة قريبة لنيوم وردت في إحدى نسخ التوراة نيوم، ومصادر أخرى تقول إنها الترجمة العبرية للفظة بابل، المدينة التي شهدت سبي لليهود في قديم الزمان. أما المعنى الذي يروج له الإعلام الإسرائيلي ويتردد على لسان الحاخامات فهو رمز لمملكة نعوم التوراتية، إذ إن الحدود الجغرافية لمدينة نيوم والتي تتجاوز مساحتها 26,000 كيلومتر مربع هي نفسها حدود أرض مدين القديمة الخاصة بقوم النبي شعيب، وأن الحد الجنوبي لمشروع نيوم The Line يقسم الصحراء ويعزل نيوم عن الجزيرة العربية، كما أنه يتطابق تماما شبرا بشبر وذراعا بذراع مع الحد الجنوبي لإسرائيل الكبرى في خريطة بن آفي. وتأتي أهمية أرض مدين لليهود بناء على تفسيرات من التوراة على أنها الأرض التي هرب إليها بنو إسرائيل من مصر، فهم يرفضون الرواية السائدة التي تقول إن الهروب كان إلى سيناء. ولتأكيد ادعائهم فقد أجروا عدة رحلات بحثية، أبرز تلك الرحلات كانت عام 1978 من قبل الطبيب الأمريكي رون وايت الباحث عن الآثار التي وردت في نصوص العهد القديم. ومما أعلنه وايت العثور على عمود من الرخام الوردي يزعمون أن النبي سليمان وضعه على شاطئ نويبع كعلامة لمنطقة العبور في الجانب المصري. ووجد وايت قاعدة العمود الثاني فقط، أي على سواحل السعودية. ومن العلامات التي يصر عليها وايت ولينارت مولر صاحب كتاب The Exodus Case أن جبل سيناء الذي تجلى الله عليه وكلم موسى ليس في سيناء وإنما في مدين، ويعرف الآن باسم جبل اللوز، كما يدعون أنهم عثروا على الصخرة التي ضربها موسى بعصاه ووجدوا بقايا 12 عينة ومكان النخيل 70 نخلة الواردة في التوراة. جبل اللوز ذاك الذي يقع في منطقة تبوك بدأ الحاخامات بالترويج للسياحة الدينية فيه، كالحاخام يعقوب هرتسوغ سابق الذكر واليهودي الإنجيلي كاثي تشينسي مدير معهد كينيكاك إنستيتيوت، وانتشرت لهم مقاطع فيديو بهذا الخصوص. ليس ذلك وحسب، بل جرى تمثيل فيلم كامل من قبل ممثلين إسرائيليين في الموقع ذاته اسمه Ballads of the Exodus، تدور أحداثه حول قصة الخروج من مصر. بعد كل هذا الذي سمعت لابد من استعراض رأي جماعة من المتطرفين اليهود، وإن كان الكلام ضربا من التنجيم، إذ يقول إن بن سلمان هو الملك الثامن وهو البشارة الموجودة في سفر الرؤيا، إذ تقول بشارتهم أن هناك ملكا يكون تسلسله الثامن في سلالة مملكته سيأتي ويبني بابل من جديد، ويقصدون بها نيوم، لكن الرب يهلكه ويدمر مدينته كما فعل ذلك بالأمس. ختاما، بعد كل الذي سمعت، هل ما زلت تعتقد أن نيوم مدينة تبنى للسعوديين؟ وهل تظن أن توافد الحاخامات تباعا إلى أرض الحرمين هو محض صدفة؟